استقيموا رحمكم الله، استووا 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 الصف، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا،
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك السلام. Brothers, in the back door, there is a blue Toyota and a Nissan, a brown Nissan blocking the union lighting entrance. Please move it in the proper parking, please. Thank you. Salat al-Qiyam, athabakum Allah. So... الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله سمع الله لمن حمده.
Allah. Allah. الله أكبر يا رب الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خير أبو ريم حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اكتبنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين ولا تخرج جميع الحاضرين من بيتك إلا وقد غفرت لنا ولهم أجمعين اللهم أمين رب العالمين نذكر بس عشان أخونا اللي بترجم باك صوت زجاجات المية كتير كل واحد بيشرب واحدة تك 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 فالأخ مش يعني فالله خليكم يعني بكيرفل شوية عشان بس الأخ يستطيع أن يعمل الترانسليت يعني برضو بنذكر إخواننا كان في عندنا بعض التعهدات في الفندريزن اللي كان من أسبوع خاصة بالمسجد فأرجو الإخواننا الأخ اللي عنده أي شيء من التعهدات يروح لإخواننا في إدارة المسجد ويسجل أو يوفي بعهده أسأل الله أن يوفينا وإياكم ويعيننا على الوفاء بعهودنا إن شاء الله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فضل حاجة تانية نسيت نبه عنها مش مشكلة خلينا في الكلمة بتاعتنا كان عندي درس اليوم في صلاة الفجر والحقيقة لم أنتهي منه احنا عندنا درس كل ويك إند في السبت والأحد درس في الصباح يعني لكن حبيت نكمل الدرس في صلاة التراويح لتعم الفائدة كنت أتحدث عن الرضا عن الرضا ان انت تكون راضي الان الجزئيه اللي حبيت اكملها مع حضراتكم في هذه الليله المباركه هي جزئيه هل انت راض عن عملك هل انت راض عن عبادتك ده سؤال انا بساله لنفسي واتمنى بالله عليكم اتمنى كل اخ يساله لنفسه اعتبرني انا بكلم نفسي اعتبرني انا بفكر بس بصوت عالي مش بكلمك انت انا بتكلم عن نفسي هل أنت وأنا هل أنا راض عن نفسي هل أنا راض عن عبادتي هل أنا راض عن عملي وكسبي وأكل عيشي هل أنا راضي عن أولادي وعن زوجتي طيب هل أستطيع أنا بعبادتي وبالعمل اللي أنا عمله ده لما ألقى الله سبحانه وتعالى بي أنا حكون راضي ومستريح ومطمئن أخونا الشيخ الله يفتح عليه يا رب بيقرا طبعا اخونا بيقرا ورش عشان بعض الاخوه اللي بيسمعوا بيقولوا الشيخ بيغلط ولا ايه الشيخ بيقرا قراءه ورش مش قراءه حفص فدفرن قراءه يعني وهي طبعا قراءه صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يتقبل منه ان شاء الله الشيخ بيقرا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون العمل اللي انا وانت بنعمله ده يرضي الله ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون كل واحد فينا حيسأل عن عمله وعن أولاده وعن زوجته العمل اللي أنا بعمله ده راضي عنه حاسس أن أنا مستريح عن الإنتاج اللي أنا بننتجه اللي عنده زوجة وعنده أولاد هل أنت كده مستريح وحاسس أن أنت أديت دورك أمام الله سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة لما تقف أمام رب العالمين وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم النبي واقف يوم القيامة بشوفنا واحد واحد فيش حد ما يدخل الجنة غير لما يسلم عن النبي الأول والنبي إذن له الأول النبي موجود النبي يبكي ويقول أمتي أمتي فقال رب العزة يا محمد ارفع رأسك
واشفع تشفع، مش كده؟ وسل تعطى. لقد قسمت القيامة بيني وبينك نصفين، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. محدش هيدخل الجنة غير بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال بقى، السؤال ببساطة خالص كده، وانت واخد زوجتك معاك وأولادك، ربنا يجمعنا في الجنة يا رب العالمين، مش كده؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم إيه؟ ذريتهم، مش كده؟ ذريتك معاك. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وإيه؟ وأزواجهم على الأرائك متكئون. طيب أنت معاك زوجتك، تخيل المشهد كده، زي ما أنت راكب الفان وجيت صليت واخد زوجتك وعيالك ومروح، تخيل إن أنت واخد زوجتك وأولادك ورايح بهم ساعة الحشر، عديت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله دي زوجتي ودول أولادي، أنت شايف الشكل ده ينفع؟ شكل زوجتك في لبسها ينفع تعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنتك في شكلها وفي لبسها وفي صلاتها وفي عبادتها ينفع تقدمهم على النبي، ولا هتستحي وتقول ما ينفعش نعرف النبي على مراتي، وما ينفعش نعرف النبي على عيالي؟ نعرفه على ايه؟ عيالي ما بصلوش، بنتي مش لابسه الحجاب، نعرف النبي على ايه؟ حاجه تكسب. انا لا استطيع ان اواجه النبي بهذا. اذا كنت لا تستطيع ان تواجه النبي ولا تستطيع ان تواجه المؤمنين بذريتك واولادك وزوجتك وانت غراضي عنهم، كيف تلقى بهم رب العالمين؟ ربنا حيسألك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومش هتدخل الجنة إلا بيهم، والله ما هتدخل إلا بيهم، هم معاك مسؤوليتك أمام رب العالمين، يدخلوك معاهم هنا يدخلهم معاك هنا. أسأل الله أن يجمعنا بزوجاتنا وأهلنا في الجنة يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان راضي عن النتاج أو الإنتاج بتاعه. يعني كلمة إنتاج، واحد يقول لي أنت في المركز ده بقالك كم سنة؟ أقول له والله بقالنا تقريبا 4 سنين 5 سنين، الحمد لله إخوة أفاضل أسسوا المركز وبدأنا واشتغلنا. يقول لي ماشي ماشي، يعني عملتوا إيه؟ أقول له والله إحنا بنينا ووسعنا المركز وعملنا بارك اللوت هيوج، يعني اديني الإنتاج، عملتوا إيه؟ في أولاد بيقرأوا عربي، في بنات لبسوا الحجاب، في ناس حفظت قرآن، في ناس كانت بتعمل منكر بطلت، وريني الإنتاج. ما هو المبنى ده لابد يكون بعد منه في إيه؟ في إنتاج. أنتوا كل سنة بتجمعوا تبرعات، اديني الإنتاج داخل الجالية. كأن ربنا سبحانه يوم القيامة هيسألنا، هيسأل الناس اللي في البرد في المسجد دول، والله لا يسألهم واحد واحد، الإخوة الموجودين والله واحد واحد والإمام معهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كل مسجد مع الإمام بتاعه، كل مسجد وأمام الكل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون إيه؟ كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله. كل مجموعة معها الإمام، إن كان إمام في الخير يقودهم، أو في إمام تاني في الشر، اللي هو مين؟ اللي هو فرعون، مش كده؟ ربنا قال على فرعون إيه؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فرعون كان إمام، وياما من الفراعين موجودين دلوقتي يقود قومهم إلى النار. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، سورة هود، وبئس الورد المورود. ربنا حرمنا على النار يا رب. السؤال: هل أنا راضي عن الإنتاج؟ أنا كإمام، ومش عاوزين نوسع الدائرة نتكلم عن نفسنا، هل أنا راضي عن أدائي في هذا المسجد؟ هل أنا راضي عن النتاج الموجود الآن في المسجد؟ هل أنت راضي؟ أنت بعد ما بتصلي الترويح حاسس أنت أديت عبادة؟ مستريح نفسيا؟ صليته المسجد فيه 2 مشايخ بيقرأوا وبيصلوا، هل أدى دوره بالفعل؟ وهي طقوس جافة وصلاة وركعات وبروعة خلاص. سيدنا محمد كان راضي، وكان بيفتخر بالتلامذة بتوعه، وكان بيفتخر بالثمرة بتاعته. قال الله في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله، هو القائد هو، والذين إيه معه. ما ينفعش حد لوحده، حتى لو كان النبي ما ينفعش لوحده. والذين معه مالهم؟ أشداء على الكفار. رجالة تشرف، النبي رب تلمزة يشرف. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم أنت تشوفهم، أي حد يقول ونعم المدرس صلى الله عليه وسلم، ونعم التلمزة رضي الله عنهم. نبي خرج أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير ومعاوية وخالد وبلال وصهيب، خرج تلامذة رجال. كنت عامل سلسلة عن الخطابة زمان من حوالي 15 سنة في بداية العمل الدعوي، مسميها تلامذة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم.
فجاء اخو دكتور قال لي لا 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 لا، قال لي عيب لما تسميهم تلامذة، دول مش تلامذة، ده دول أساتذة. قال لي لا غير اللفظ ده، ما تقولش تلامذة، بقى أبو بكر تلميذ، عمر تلميذ، دول أساتذة، دول اللي خرجهم محمد صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالنبي بيفتخر، راضي عن الإنتاج، راضي عن الثمرة، راضي عن النتيجة اللي عملها. تراهم أنت تشوفهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم، ما فيش حاجة مستخبية، كل واضح عليهم، سيماهم في وجوههم من أثر الإيه؟ السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ده المثال بتاعهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع. عارف لما تزرع زرعة كده وتكون الأرض خصبة وفيها سماد والخصوبة عالية في التربة والمية متوفرة، تجد النبتة الواحدة تعمل بجوارها عدة ايه؟ نبتات. الجماعة الفلاحين يعرفوا الحاجات دي، تلاقي مثلا يعني لو في نخلة ولا في ثمرة طلع من هنا وطلع من هنا وطلع من هنا، مجموعة الارض ايه؟ الخصوبة عالية والماء الجاري كثير، فالثمرة الواحدة مجموع الثمرات. فالقرآن يقول لك ايه؟ ومثلهم في الانجيل، مثل مين؟ مثل محمد واصحابه صلوا عليه. ومثلهم في الانجيل كزرع، مين الزرعة الأولى؟ مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أول مسلم محمد، هو النبتة الأساسية كزرع أخرج شطأه من هنا ومن هنا ومن هنا، أخرج شطأه فآزره. يعني إيه فآزره؟ يعني دي الأساسية، محمد صلى الله عليه وسلم طلع من تحتها هنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل دول، وفضلوا ينمو لحد ما بقوا بنفس الارتفاع بتاع مين؟ بتاع الثمرة الأساسية. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، كلهم بقوا زي مين؟ بقوا زي محمد صلى الله عليه وسلم. النبتة الأساسية ايه؟ طلع جنبها نبتات كثيرة بقت بنفس القوة. هو ده الدور الناجح، الأب يطلع أولاده مثله أحسن منه، الإمام يطلع رواد مسجده أحسن منه، الطبيب يطلع مرضى أفضل أحسن منه صحيا، وهكذا وهكذا. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الايه؟ يعجب الزراع. يعني يعجب الزراع؟ يعني الناس أصحاب التخصص في الزراعة يقولوا بصراحة perfect 100%، الله ينور عليك، الله يخلف عليك. الناس المتخصصين يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وفي عندنا قراءة تانية ومولانا يعرفها، يعجب الزارع، يعجب الايه؟ الزارع اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو الزارع اللي هو الرجل اللي حط النبتة. أنت زارع في بيتك، وأنا زارع في مسجدي، هو زارع في مصنعه، والثالث زارع في متجره، وهكذا. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هل إحنا يا إخواننا، كلمتي باختصار ونلخصها، هل إحنا راضيين عن النتاج بتاعنا؟ أنا أتمنى على نفسي أن أكون أؤدي دوري بالفعل والحق، وأتمنى على كل أخ مسؤول في عمل، في مؤسسة، في بيت، على كل أخت مسؤولة في بيت زوجها أن تسأل نفسها هذا السؤال: هل أنا راضية عن دوري؟ هل أنا راضية عن عبادتي؟ هل أنا راض عن رسالتي لما نلقى الله سبحانه وتعالى؟ ده سؤال مهم نستحق أو نحن نقف به أمام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا وأن يعطينا وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. أعتقد في إعلان أو Blue Toyota plate number 1612 airborne, please move it. People, they want to move, they want to go, they want to leave, they want to go home. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم ان شاء الله. صلاه القيام اثابكم الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين الله سمع الله لمن حمده الله يا رب الله الله أكبر يا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان اللهم اغفر لي وتب علي. الله الله أكبر. يا رب تب علي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل على نبينا في الأولين والآخرين، اللهم صل عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. اللهم أوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، وأكرمنا زيارته، وادخلنا مدخله، واجعلنا من حزبه المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، ونفث همومنا، وتول أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا، نسألك مالا لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، واغننا يا رب عمن أغنيته عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، والطف بنا فيما جرت به المقادير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتوكل عليك فكفيته، وناداك فأعطيته، واسترحمك فرحمته، واسترحمك فرحمته، واستغفرك فغفرت له، وناداك فأجبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ويقينا صادقا، وعملا متقبلا، وجسدا على البلاء صابرا. نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع، ومن عين لا تدمع. ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا ملاذ المنقطعين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب الحيارى والتائهين،
يا راحم الفقراء والمساكين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاس العظام لحما بعد الموت، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويبصر أحوالنا ويبصر أحوالنا، يا من سترنا ولم يفضحنا، يا من سترنا ولم يفضحنا، يا من أعطانا ولم يحرمنا، يا من أكرمنا ولم يهنا، يا من أكرمنا ولم يهنا، يا من أكرمنا ولم يهنا، يا من نعصيه جهارا نهارا فلا يلعننا، يا من نأكل رزقه ونمنع شكره فلا يعذبنا. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حرم جميع الحاضرين على النار، وحرم آباءنا على النار، وحرم أمهاتنا على النار، وحرم زوجاتنا على النار، وحرم أولادنا على النار، وحرم أمة حبيبك محمد على النار. اللهم نقسم عليك أن تكتب جميع الحاضرين ولمن دعوا لهم من أهل الجنة الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأيد بفضلك كلمتي الحق والدين، فك الحصار عن المحاصرين. اللهم فك الحصار عن أهلنا في غزة وفي فلسطين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم إن العالم قد تخلى عنهم فلا تتخلى عنهم. اللهم قو شوكتهم وسدد رميتهم، واجعل حاجتهم إليك وحدك يا رب العالمين. اللهم اجعل غناهم بك، واجعل فقرهم إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة، واحفظ دماء المسلمين، واحفظ مقدسات المسلمين. اللهم لا تسلط سيوف المسلمين على رقاب المسلمين. اللهم أخرج الفتنة والضغينة من بين المسلمين. اجمع على الحق كلمتهم، ارفع رايتهم، وفق كلمتهم، ألف بين المسلمين وحكامهم، ارزقنا حكاما صالحين يقودون إلى العمل بقرآنك وسنة نبيك. اللهم فك أسر المأسورين المظلومين، اللهم فك أسر المأسورين المظلومين. اللهم إنهم قد حرموا من أهليهم في رمضان فردهم إليهم. اللهم اجمعهم بأهليهم وزوجاتهم. اللهم اجمعهم بأولادهم وبناتهم. اللهم قرب بين المتباعدين، وألف بين المتحابين. ارحم الثكالى والمساكين، ارحم الثكالى والمساكين. استجب دعاء المضطرين، ارحم دموع الباكين، ارحم دموع الباكين. رد المظلومين إلى أهليهم أجمعين. اللهم إن كان لنا في ليلتنا هذه دعوة مستجابة فاجعلها على كل ظالم متكبر جبار. اللهم احص الظالمين عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنك حرمت الظلم على نفسك وجعلته محرما، فاجعل بأسك الشديد على القوم الظالمين. اللهم إنهم أرونا قوتهم فأرنا فيهم قوتك. اللهم إنهم قتلوا العباد وأسالوا الدماء وخربوا البلاد، وأرونا قوتهم فأرنا فيهم قوتك وسلطانك الذي لا يرد عن البأس عن القوم المجرمين، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواننا تقبل الله منا منكم، نرجو الهدوء ساعة الخروج، نرجو خفض الصوت، نرجو سرعة الانصراف من الباركن لات حتى لا تحدث مشاكل كما حدث بالأمس، نرجو مراعاة ظروف المسجد إن شاء الله رب العالمين، نخرج في هدوء وفي صمت إن شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم ويرزقنا إياكم الإخلاص والقبول إن شاء الله. جزاكم الله خيراً.